السلام عليكم. اليوم نقدم لكم البيني. بطبيعة الحال البيني كنحتاجوه الوجبات ديال الفطور والكوتي، وكيبغيوه الصغار والكبار، وطريقة سهلة وبسيطة. غنحتاجو فيه نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام طحين فورس، 60 غرام زبدة، 60 غرام سنيدة، جوج معالق كبار خميرة العادية، بيضة وحدة، 4 لتر ديال الحليب، وشوية ديال الملح. بطبيعة الحال غنحتاجو الزيت باش نقليو هاد البيني. نوضعو في الخلاط الكهربائي نص كيلو ديال الطحين، شويه ديال الملحه، و 60 غرام ديال السنيده، ونخليو هاد العناصر الجافه تخلط، وندوزو نوجدو الحليب شويه دافي مع شويه ديال الخميره المعجونه، ونحركوهم شي شويه. في نفس الوقت نزيدو الحليب مع الخميرة، بطبيعة الحال هاد العجينة هادي كنخليوها تقريبا تخلط مدة ديال 4 دقايق، وعاد نضيفو عاود الزبدة ونزيدوها في التخلاط. بعد ما خلطنا العجينه ديالنا غنخليوها تخمر مده 30 دقيقه، يعني نص ساعه، وعاد نرجعوا باش نخدموها. بالنسبه للعجينه ديال البيني ها هي خمرات. دابا غادي نعاودوا نهبطوا هذا الهواء اللي فيها، يعني نخدموها واحد شويه، نخرجوا كاع هذا الهواء اللي فيها. غادي نرشوا طاويلات العمل بشويه ديال الطحين، نحاولوا نخرجوا كاع كمية الهواء اللي فيها بهذه الطريقة هكا. كيف ما كتلاحظوا هي بدات كتفش واحد شويه. دابا غادي نحاولوا نطلقوها بالمدلك باش ما تلصقش لينا العجينه في طاوله العمل. كنعاودوا نرشوا شي شويه ديال الطحين. غنطلقوها بعد ما طلقنا العجينه بالمدلك نحاولوا ناخذوا اشكال دائريه على حسب الحجم اللي بغينا، صغيره او لا موين او لا كبيره. انا اختاريت هذا الحجم هذا. نحاولوا نقطعوا اما بزلافه او لا بالموس.
بامكاننا نديرهم هكا على شكل دوائر مغلوقه، بامكان او ثاني نديرو بشكل دائري وفيه ثقيبة الوسط تكون صغيره. نخصص هذا الحجم ونخليهم يخمروا وندوزو نحضروا شكل اخر او شكل ثالث ديال البيني. الشكل الثالث ديال البيني نحاول نستعمله بالجراره، كيجي العجينه مسننه الشكل ديالها كيجي زوين. بالنسبه للبيني ديالنا هو يخمر، غنديروا الزيت سخن طبيعة الحال. بدل مثلا نقليو الجهه الاولى كنشوفوها تحمرات كنقلبوهم عند الجهه الثانيه. بعد ما طابونا هذا البيني ديالنا غنحاولوا ندوزوهم في سنيده. حاولنا كندردرو عليهم السكر كلاصي